أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل نذر لله إن رزق صديقه مولودا. يقول رجل نذر لله إن رزق الله صديقه مولودا أن يعق عن المولود، فرزق صديقه بولد، فهل إذا أوفى بنذره يسقط عن والد المولود؟ نعم، تجوز فيها النيابة، تجوز فيها النيابة، فإذا قام بها شخص آخر نيابة عنك فلا بأس، أو دفعها من ماله هو فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.